السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم زكريا وهشام من بلاتفورم جيت فهم أكاديمي، متخصص في دروس دعم عن بعد. في هذا الفيديو جيت ندوي لكم على العروض المتوفرة في منصة جيت فهم أكاديمي، بأنه قرب دخول مدرسي بزاف اللي غادي يبغيو يعرفوا هذه المعلومات، وبزاف اللي يسولوا على هذا الشيء. فماشي كل شيء كيسول في بريفي، كاين اللي غير كيشوف لي فيديو هذا ومازال متردد أو هذا، فهذا الشيء علاش بغيت ندير الفيديو باش يقدر يعرف المعلومات كاملة. كذلك غندوي على المميزات ديال المنصة. المميزات علاش، شنو الحوايج اللي كيميزوا المنصة، وعلاش تقدر تفكر انك تختار تشترك في بلاتفورم جيت فهم اكاديمي. ندوي على المميزات هي الاولى. اولا من مميزات المنصة انه عندك محتوى شامل وكافي ووافي في كل درس من الدروس ديال الثانية باك الاولى باك، وكذلك ترون كومان، وان شاء الله هذا العام غيكونوا حتى سوبيريور، غير هو مازال ما تفتح التسجيل فيهم حاليا. يعني اذا دخلتي منصه جيت فهم اكاديمي غادي تلقى كل مستوى غتلقى الدروس ديالو. فنزل لك برك على تولي كور فوار تولي كور ديسپونيبل، وغادي تلقى هنايا الدروس، تقدر تشيرشي على شي درس بغيتيه. غتلقى جميع الدروس، مثلا الثانيه باك سيونس مات، نفلتري هنايا وندير الثانيه باك سيونس مات، ها هي غتلقى جميع الدروس. هو كونتينيتي دي سبيد ديريفابيلتي، هادو مثلا نحيدهم، هادو نفسهم اللي كاينين هنايا. وكذلك كاين لي فونكسيون لوغاريتميك ليكسبونونسيال اللي نبغى، ولا الفونكسيون لوغاريتميك ليكسبونسيال ولي زيكواسيون ديفيرونسيال. كاين الاستعداد الوطني 140 ساعه غير ديال الاستعداد الوطني، تخيل معايا. والاستعداد الوطني راه باك اللي بوحدو، كاين في الثانيه باك سونس مات، وكاين حتى في الثانيه باك سونس فيزيك. هو باك خاص بالاستعداد الوطني، يقدروا يشاركوا فيه الناس من البداية العام اذا كانوا ضابطين الدروس كامله بالتمرين ديالهم، بغاو يبداو نيشان الاستعداد الوطني، اولا ديجا وجدوا الباك وما استطاعوش يجيبوا النقطه اللي بغاو يديروا الاستعداد الوطني نيشان. ولكن اللي بغى يبدا في الاول كل درس بوحدو بالتمارين ديالو بهذا، او ميم طون دوك التمارين تيكونوا كيوجهوه يخليوه يستعد الوطني اكثر، عادي يبدا في هذه. فكذلك كاين هذه الامكانيه هذه. نرجعوا نشوف، فكما قلت لكم غتلقاو جميع دروس مرتبين بالتمارين ديالهم، كذلك حتى البريباراسيون الكونكور ملي كتاخذوا الباك ديالكم في ماده الرياضيات، وكذلك الفيزياء والكيمياء مع استاذ علاء الدين غتلقاو كذلك الدروس كامله، وكذلك الانجليزيه مع استاذ عمر اومزين، وفي انتظار انه ينضموا لنا دي بروف اخرين ان شاء الله في مواد اخرى. يمكن لكم تقلبوا كنيشان ولا تشيرشيو. وكذلك كاين هنا واحد يعني يقول لكم تلقاو الليست ديال لي كور، تكليكو على الكور وتمشيو له مباشره، سواء في الماط او الفيزياء والكيمياء. هذه من مميزات المنصه هو انه فيها كاين جميع الدروس بالشرح ديال الدرس بالتفصيل، وكذلك بالتلخيص، وكذلك على شكل فيديو او بي دي اف، والتمارين التصحيح ديالهم على شكل فيديو او بي دي اف. يعني انت ماشي بالضروره شفتي واحد الفيديو او حضرتي اللايف، اذا بغيتي تعاود داك اللايف ماشي بالضروره ترجع تشوف الفيديو كامل، لا، تقدر تمشي غير الملف بي دي اف مكتوب وتشوف. انا نعطيكم مثال باش تفهموني علاش كنهضر. مثلا انا تلميذ في منصه جيت فهم اكاديمي، كنقرا في الثانيه باك سيونس مات، هادشي طبقوا على جميع الدروس الاخرى، كاين اولى باك سيونس مات، كاين كلشي. انا كنعطي مثال وانتم دخلوا بقشوا مع راساتكم. غنمشي مثلا انا بغيت نقرا الدرس ديال لا كونتينيتي، غنبرك عليه ياك، غندخل غنلقى درس سيري ديكزيرسيس افيك كوليج ديال مثلا. هادو اللي غراتويت تقدر تشوفهم راسكم، انا نمشي لهادو اللي ماشي غراتويت باش نوريكم. مثلا بغيت الكوليج ديال التمرين الاول في السيري الاولى، غنجي هنا بلا ما نمشي نشوف الفيديوهات هادو كاملين. لاحظوا معايا راه كل دابا ليكزيرسيس ما كنحطوش فيديو واحد، باش تقدر انت تمشي فين ما بغيتي. بغيتي البارتي الثانيه ديال ليكزيرسيس الاولى غتمشي لها نيشان، بغيتي اخر سؤال غتمشي له نيشان، بغيتي تشوف غير البي دي اف مثلا انت حضرتي اللايف ولا تشوف البي دي اف، غتجي غتشوف الكوريجي على شكل البي دي اف. لاحظوا معايا هذا مثلا، هذا هو ليكزيرسيس ان، هذه البارتي الاولى ديالو، ها الكوليكسيون ديالها، الكوليكسيون ديالها غتلقاها كامله هنايا بالتفصيل الممل وبالتذكير بالدروس وكل شيء. بغيتي مثلا ليكزيرسيس الثاني، ليكزيرسيس الاول ديال سيري، عفوا مشيت انا سيري ان دابا،
سيري هذه سيري 2 الاكزرسيس الاول ديالها. كذلك غتلقى بالتذكير ديال الدرس، غتلقى كلشي ثاني هنايا. كوريجي بي دي اف او ثاني ديال هادشي. اي فيديوهات كتلقى المحتوى ديالهم بي دي اف، اي فيديو غتلقى المحتوى ديالو على شكل بي دي اف. هذا الاكزرسيس 2 شوف كلشي كتلقاوه هنايا مشروح بالتفصيل الممل، وطبعا بالتذكير، التذكير هو اللي كيكون بالاحمر، تنكتبو بالاحمر دائما وكن اطرو باش التلاميذ ينتبهوا ليه. هذه كتكون بعض المرات تنحط بارتي من الكوريجي ديال الاكزرسيس، وشي مرات كنحطها كامله بحال هذا، وكتلقى التصحيح ديال التمرين كامل. وكذلك كتلقى بونوس، ماشي بالضروره يعني كنسالي السيري صافي، فكنبقى ندير دي بونوس. ها هما كما كتشوفوا بونوس بونوس. وكذلك كاين فقره ديال التمارين المقترحه من التلاميذ. عاد كندوزو عاوتاني الدرس ديال لي سويت، كتلقى الكور ريزومي بلس بي دي اف. طبعا الا شفتي الفيديو غادي كتجي لهاد البي دي اف كتحتفظ به، وكنخليك انك تيليشارجيه، يمكن لك تيليشارجيه. انا نسيت ما بينتهاش دابا نديرها. كذلك لي سيري ديكزارسيس، كاين السيري على شكل بي دي اف، والكوريجي ديالها الى اخره، بلا ما نطول لكم الى اخره الى اخره. نفس الطريقه الدروس كامل، كتلقى الدرس على شكل فيديو. هذا فقط المنصه، هذه فقط المنصة. اما كاين سيبور يعني تقدر تتواصل مع البروف، انت كتقرا في المنصة ما فهمتيش شي حاجة، تقدر تتواصل مع البروف، والمنصة تخدم لك بالتليفون بالطابلت او لا بالبيسي اللي بغيتي. تقدر تتواصل مع البروف وتسولو سكريني شي حاجة ما فهمتيهاش، وتقول له استاذ ما فهمتش هذه كيفاش نديرو ليها، او واحد التمرين عطاه لك الاستاذ ديالك وما فهمتيش فيه واحد السؤال، تقدر تسول البروف، استاذ هذا السؤال كيفاش ندير له، شنو التكنيك ديالو. طبعا الاستاذ ماشي كيخرج ليك، كيعطيك اون انديكاسيون، تقول لك هذا التمرين خصك دير له كذا 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 كذا. تقول له ما فهمش انا هذه القضيه، غيقول لك سير شوف الفيديو الفلاني راه فيه كذا كذا كذا. من بعد كانت لا استطعتي تخرجها كتصيفط له هذاك الشيء ديالك، كيقول لك مزيان راك او عدل هذه القضيه او كذا. اذا كان شي سؤال اللي هو انت ما قنعتيش عليه واخا درتي هذا الشيء كامل، فعاد الاستاذ كيكتب لك صحيح. زائد انه كاين دي لايف وجروب واتساب، يعني مثلا الاستاذ سولتيه حيت الاستاذ ما يقدر ما يجاوبكش تمتم، يعني يقدر يكون في حصه اخرى او في لايف او كذا، فتقدر تحط الكيستيون ديالك في الجروب واتساب ويجاوبوك التلاميذ الاخرين اللي مشتركين في منصه تجيت فما اكاديمي، يقدر يكون هما شافوا هذيك الحاجه وفهموها وقدروا يشرحوها لكم النيت، او لا شي تمرين يقدروا هما يعاونوك تخرجوا، فكيكون كذلك تعاون التلاميذ بيناتهم. دونك هادشي اللي كاين. اما في حاله اللي كان عندك شي مشكل تقني ما بغيتش تدخل لك المنصه، ولا كاين اللي مكلف بهذه القضيه فقط بوحدها، ماشي الاساتذه اللي مكلفين بها، كاين اللي مكلف فقط بانه اذا وقع لك مشكل نسيتي المود باس شي حاجه بحال هكا، تقدر تسترجع المود باس راسك، ولكن شي واحد مثلا ما كيفهمش مزيان في التقنيه الامور التقنيه، فكيقدر يحصل له مساعده يعني مباشره، يقدر يصوني وكذلك كنجاوبو سيغ بلاس وكنصلحو مع المشكل. دابا ندويو على لي بخي ديال المنصه. غتلاحظوا انه كاتب انا في يعني في المنصه اللي دخلتو ليها كاتب انه ابتداء من 68 درهم للشهر بالنسبه للعلوم الرياضيه، او 79 درهم بالنسبه للعلوم التجريبيه. ف غتلاحظوا مزيان انه هنا هذه راه ماشي غير كاتبها هكاك، راه كنقصدها المستويات المتوفره هي هذه. فهاد الاثمنه هما اقل ما يمكن انه يخلص واحد شهريا، فكاين لي باك ديال 200 درهم شهريا و 150 درهم شهريا بالنسبه للعلوم التجريبيه، والعلوم الرياضيه 200 درهم. هاد 68 درهم خاصه بالناس اللي كيبغيو يستافدوا فقط من المنصه، ما كيهمهمش اللايفات، ما كيهمهم، بغاو يستافدوا من هذا المحتوى كامل كامل، يقدروا يدخلوا لاي حاجه بغاو، فكيخلصوا 68 درهم. او كاين الاشتراك حتى العام او لا السيمستر. هاد المعلومات غتحصلوا عليها فقط بانكم تصيفطوا ميساج للواتساب، فكيجاوبكم رساله اوتوماتيكيه فيها المعلومات كامله. وعادي الا كانت خصكم معلومات اخرى كتسولوا
وكيتواصل معكم اللي مكلف بهذه القضيه وكيشرح لكم بالتفصيل المبين، او اذا كان عندكم سؤال الاساتذه فكيتم الحاله ديالكم الاساتذه ويجاوبكم بخصوص لا بغيتو تسولوا على شي حاجه اللي هي دقيقه جدا في المحتوى ديال المنصه. بالنسبه للترونكوما وهذا الاثمنه ديالهم اقل، ترونكوما اثمنه ديال اقل من الاولى باك والثانيه باك، كاين اشتراك في السيمستر وحتى العام. لي ديتاي كما قلت لكم تواصلوا مع النمره في الواتساب. كان معكم زكريا بشام لا بلاتفورم جيس فام اكاديمي. السلام عليكم.